دونك غادي نعوضوا وغنصدركوا باي وجه كان، وغنتاخذوا جميع التدابير لهذا التشويش على المرفق العام. اليوم اكثر من هذا تجرؤوا باش المتدربين اللي في المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين، واحد العدد من المراكز غادروا حتى هما تبعوهم في هذا في هذا الحمله الصعيديه. ايضا الاكاديميات سوف تتخذ جميع الاجراءات والتدابير الاداريه تجاه هذا المتدربين للتعويض، لان كاين واحد العدد المغاربه اللي في لوائح الانتظار اللي كينتظروا باش يلتحقوا بهذه المراكز وتكونوا ونوفروا لهم واحد العمل في في في, في هذه الاكاديميات. بغيت نرجع لواحد القضيه، بان هذه العمليه اللي درنا من 2016 لدابا، 2016 11000، 2017 24000، 2018 20000، و2019 15000، مكنتنا في اقل من اربع سنوات توظيف 70000 استاذ. هاد الاساتذه فين كانوا؟ كانوا مجازين في البطاله، واليوم الحمد لله هاوما عندهم وظيفه مشرفه وكيقوموا واحد العمل مهم. في حاله الا ما التحقوش بالاقسام ديالهم، واش غتاخذوا اجراءات صارمه؟ الحكومه تحتفظ بجميع الصلاحيه ديالها باش تاخذ جميع الاجراءات والتدابير الصارمه تجاه هاد الناس اللي كيضربوا في المرفق العام وكيهضروا الزمن المدرسي ديال التلاميذ. هناك كان امس لقاء مع النقابات. اللقاء مع النقابات لا علاقه له بهذا الملف. هذا كان مبرمج من 25 فبراير، درنا 25 مارس واتفقنا في